مرحبا حلوين، ما نفرح فيكم فيديو جديد. طبعا اليوم راح يكون عن الاخت الوهميه الحلقه الاولى، فهي تسجلت القناه ان شاء الله تعجبكم. واما عن صوتيات ولكن راح اسويها ما بعرف بس قريب، فان شاء الله راح تعجبكم هاي السلسله. وحبيت انه اسوي سلسله جديده حتى انا مع بالقناه، انه ما بدي كذا يعني تصير كلها صديقات، ولكن المهم انه كمان صديقات ولكن لسه توها ما راح تنتهي اصلا، راح تنتهي بعد كم حلقة شي هيك يعني. ف بس نبلش بالفيديو، قبل ما نبلش لايك وشير سبسكرايب كومنت، ويلا نبلش. اذا سوف اذهب واخبرهم حسنا. اذا مرحبا، انت هو زوجها وانت ابنتها صحيح؟ اجلاز ما بها اختها، هل هي جميلة؟ كيف شكلها؟ اصمتي لا تخبريني، انا من سوف يراها. حاضر، اذا يمكنكم ان تروها، فهي بافضل حالة، يمكنها حتى ان تذهبوا بها للمنزل. حسنا، اذا هيا هيا بنا ندخل ونرى اختي، انا متحمسة جدا، هيا هيا بسرعة. انا ذاهبة، هيا تعال ماذا نراها. امي، اسفة يا امي، امي اين هي اختي؟ انها هناك. يرها من جميلة، إنها حتى أجمل مني، لكنها لا أزال جميلة صحيح؟ بالتأكيد أنت كذلك، لكنها جميلة، سوف تصبحين أفضل شخص بالنسبة لي، سوف تصبحين أكثر من صديقة وأكثر من أخت، وسوف تصبحين أروع شخص بالنسبة لي، سوف أشاركك ألعابي وأشارك كل شيء لدي، سوف تصبحين أميرة في المنزل، أفهمتي؟ هيا هذه ملابسك حينما حينما نذهب إلى المنزل سوف ترتدينها، أفهمتي؟ بالتأكيد فهمت صحيح؟ هذا مؤكد. الآن هيا نعد، آسفة مشددا يا أمي، هيا الآن نعد إلى المنزل، فأنا لا أشق لإنتظارك كي أريها المنزل، وبالتأكيد سوف يعجبها، وأيضا سوف أريها غرفتها وغرفتي وغرفتك ما والصالة والحديقة، وسوف نجلس دائما نلعب بالحديقة وأريها ألعابها، وأيضا سوف أطعمها وسوف أفعلها كل شيء تريده. هذا أمر جيد، الآن هيا لنذهب. حسنا، إذا سوف أبدو ملابسي، هيا يا صغرتي لنذهب. الآن سوف ننتظر أمي، فهمتي؟ هذا هو أبي وأنا أختك، أنا أختك لوسي، فهمتي؟ أنا لوسي وأنت سالي، فهمتي؟ هذا هو اسمك وهذا هو أبي، عليك أن تحفظي أشكالنا، فهمتي؟ بالتأكيد فهمت. هيا أنا جاهزة الآن لنذهب. انظري، هذه هي أمي، إنها جميلة جدا، إنها أروع، سوف تحبيها كثيرا. هيا أيضا نذهب. أمي، هل أنا من سوف يطعمها صحيح؟ أهزل فقط، أحرص على أن تمسكي بها جيدا، لا تسقطيها. أنا أمسكها بإحكام يا أمي، ما هذا؟ هيا نذهب. أمي، هل سوف نذهب غدا ونشتري لها الملابس؟ أجل سوف نفعل هذا. هيا أيضا انتظروا، أنا من سوف يسير في الأمام، هيا سيروا ورائي. انظري، هذه سيارتنا، من الآن فساعة أنت سوف تجلسين بجانبي في هذا الجانب. هيا إذا انتظروا، كيف أفتح الباب؟ أنا أمسك بملابسها وبها أسقطها. يا إلهي، ما هذه الفتاة؟ ليفتح لكم لي أحدكم الباب، فأنا لا أستطيع فتحه. حسنا، إذا هيا ادخلي، هذا جيد. اسمعي، عندما تكبرين سوف تدخلين معي في هذه المدرسة، سوف نكون صديقات في هذه المدرسة، وسوف أحميك من أي شيء يضايقك، يا فهمتي؟ هيا إذا نذهب. وهنا يوجد السوق، هناك سوف نأكل آيس كريم كما نريد، فهمتي؟ هذا منزل جيراننا، إنهم لطيفون جدا. حسنا، هذا يكفي، هي لا تفهمك أصلا، ماذا هي تفهمني؟ أنتم مخطئون. على أي حال، انظري الآن، هذا هو منزلنا، وحسنا فلتريها منزلنا من الداخل، ما رأيك؟ أجل هذه فكرة جيدة، أنا أوافقك يا أمي. انظري، هذا هو المنزل، وهذا هو كلبي، سوف يكون كلبك أنت، أيضا لا تقلقي. هيا فلتبقى هنا يا كلبي الصغير. أمي، سوف أذهب وأضعها في سريرها وأريها غرفتها. حسنا يا أمي، وسوف أرتديها ملابسها أيضا. حسنا، إذا
انت اجلسي هنا وارتاحي يا امي. هذه غرفة مكركبة، لا ادري لمن هي. انظري هذه سوف تكون غرفتك، ما رايك بها؟ انها جميلة صحيح؟ صحيح. الان هيا ابقي هنا، سوف ارتدي لك ملابسك، تبدين جميلة جدا. انظري انت رائعة، انا اصبحت اغير منك. الان هيا فتنامي هنا، هذا الدب كان لي وانا صغيرة، ولكن الان هو لك، تفضلي. هيا سوف اغلق الستائر ونامي. والان هذه سوف تساعدك على النوم اكثر صحيح؟ هل تصبحين على خير وتحلمي باحلام سعيدة، فهمتي؟ انا ذاهبة، حينما تنسين اي شيء سوف تناديني فقط وانا سوف اسمعك، فهمتي؟ هيا نامي. امي لقد نامت، هذا جيد، انها لطيفة جدا. انا اعرف هذا. اذا ماذا افعل؟ ما رأيك أن تذهبي وترتبي غرفتك؟ أها حسنا، إذا لا بأس. هذا ممل، قريبا جدا سوف تصبح كل هذه ملكا لأختي، فقط لأختي. حسنا، إذا كل شيء آخر مرتب، أنا ذاهبة الآن. وبعد 6 سنوات، طبعا ما بعرف كيف بعد 6 سنوات وهي توها بنفس الشكل والعمر والتياب وكل شيء، بس يلا بحسها بتكون أحسن إذا هاي صغيرة، ويعني اتنيناتهم صغار، بس هاي طبعا أكبر، فبس نكمل. أمي أمي أبي، بما أنها أختي الآن أصبحت معي في نفس المدرسة وأصبحت لطيفة وهكذا، وهي في الصف الأول الابتدائي، ما رأيكم أن أذهب وأشتري لها ثياب؟ أزل لو ثياب. حسنا، إذن إنها فكرة جيدة، هيا نذهب. هي سوف تشتري لي ثياب؟ أجل هذا صحيح، سوف أشتري لك ثياب المدرسة. للمدرسة، أجل المدرسة جميلة، سوف تعجبك كثيرا يا أختي، سوف تحبينها كثيرا. أيضا أنا المعلمون وكل شيء بها جيد، حتى المدير طيب يا فهمتي. أجل هذا جيد، ما رأيكم الآن نذهب بسرعة؟ سوف أذهب وأحضر النقود وأبدل ملابسي. أنا أبدل ملابسي، هذه الملابس جيدة، أنا سوف أبدل ملابسي. هيا انت ايضا تعالي، عليك ان تبدلي ملابسك يا فهمتي. حاضر، انا من سوف يغطي لك ملابسك. ارتدي هذا فانت جميلة جدا، بيعتبرينك الاميرات. انظري ايضا ارتدي هذا التاج، انه جميل. اما انا سوف ارتدي، ما الذي ارتديه؟ ما رأيك ان ترتدي هذا؟ هذا جميل، شكرا لك. هيا الآن اذهبي إلى غرفة المجاورة وبدلي ملابسك. حاضر، أنت مطيعة، الآن سوف أبدل ملابسي، أنا جاهزة. وأنا أيضا فقط سوف أضع هذا هنا. هيا نرى ونذهب إذا كان أمي وأبي جاهزان أم لا. حسنا، إذا أعتقد بأنهم قد أصبحا جاهزان. هل أيضا هيا إذا قد أصبح جاهزان، هيا نذهب، أنا متحمسة جدا. بالتأكيد سوف تشتريان لي أيضا صحيح؟ أجل سوف نشتري ثيابا جديدة، فثيابك أصبحت قديمة وصغيرة أيضا. إذا كلانا سوف نحصل على ملابس مدرسية، هذا صحيح. هيا إذا اصمتي ولنذهب. هيا اسمع عزيزتي، أنا علي ذهاب للعمل، لأن علي هناك أمر طارئ جدا علي القيام به. حسنا، ما أهلا لحظة، هذا يعني أننا نحن فقط من سوف يذهب لشراء ملابس. أجل أنا آسف، لكن أمي تستطيع سياقة السيارة. بلى أنا أستطيع. حسنا، إذا سوف أترك السيارة لكم وأنا سوف أذهب باسرا على الأقدام بسرعة. إلى اللقاء، أنا آسف. حسنا، إذا لا بأس، لكن أمي هل أنت متأكدة من أنك تجيدين القيادة؟ بالطبع أجيد القيادة، هيا إنها سهلة جدا وبسيطة، هيا اركبوا. هيا يا أختي تفضلي. لا تفضلي أنت. حسنا، يا لك من باردة. هيا الآن فلتربطوا حزمتكم جيدا، لأنني لا أعرف إن كنت أشد القيادة فعلا أم لا. ماذا؟ لا شيء، فقط اصمتوا. حاضر. كيف تحرك هذه السيارة الآن؟ أمي لقد مر نصف الوقت ونحن لا نزال في مكاننا. انتظري، اعتقد
أجل لقد تحركت وأخيرا. هيا يعني إذن أنا جاهزة، لنذهب. هذا بسيط. أجل انتبهي يا أمي، أنا خائفة. أختي أمسك بيدي. حاضر. أمي إنك تسرين ببطء شديد، فلتسرعي قليلا. هل أنتم متأكدة؟ هل أسرع حقا؟ لا أعتقد أنها فكرة جيدة. حسنا، لا بأس في أن أسرع قليلا، صحيح؟ أجل أمي، أسرعي أسرعي، فأنا أشعر بالملل وأنا أكره الانتظار. إذا لا بأس. مرحبا، لحظة، كيف أوقف السيارة؟ كيف تتوقف؟ أمي، لماذا لم تتدربي على هذا من قبل؟ ما هذا الصوت؟ إنه مرتفع جدا. إنه حادث، يا إلهي، إنها امرأة بأطفال صغار، لابد أنهم أطفالها. علي أن أتصل فورا بالشرطة. الشرطة، الإسعاف. هاي بسرعة بسرعة. لقد اقتربنا. حسنا، هيا هيا بسرعة. أينها؟ هؤلاء هم، أنا لا أعرفهم لكنني وجدتهم هكذا في الطريق. يا إلهي، إن الزوج تنزف كثيرا. يا إلهي، ساعدني في احملي الأطفال أنت. حسنا، احملي الصغار. حسنا، يا إلهي، إن هذه الفتاة تنزف كثيرا، جميعهم ينزفون كثيرا. هيا بسرعة، لنسرع. لقد وجدت هذا الرقم في أحد حقائب تلك السيدة، لابد أنه أحد أقاربها، سوف أتصل بهم. مرحبا. أجل أجل، لابد أن أزوجها. إذا إنها في المستشفى، حالتها ليست خطيرة كثيرا، لكن عليك أن تأتي لتراها حضرتك. إذا أجل، إنها بأفضل حال. إذا سوف ننتظرك للقاء. إذا سوف أترك هذا هنا وأذهب لأراقب الأطفال الصغار، هل هم بخير أو لا؟ مرحبا، كيف حالتك الآن؟ أنا بخير، فقط أريدون أنا أطفالي. أجل أنهم هنا. هناك أحد من أتى لزيارتك. أحد؟ من هو؟ إنه زوجك بالتأكيد، لا أدري. ها عزيزي، هذا أنت؟ أجل، كيف حال الأطفال؟ لا أدري، أمل أن يكون على ما يرام. أنا أيضا. المعذرة. كيف هم أطفالي؟ أطفالك من هم؟ الصغار الذي في الداخل. أجل أجل، إنهم بخير. تقريبا عدا واحدة. عدا واحدة، من هي؟ لا أدري، فتاة شقراء، لم نستطع أن نلحقها. أنا آسفة جدا. ماذا؟ كيف لم تستطيع أن نلحق بها؟ ماذا تقصدين بهذا أصلا؟ لقد فارقت الحياة، أنا آسفة جدا، لقد فعلنا كل ما بوسعنا. أنا أقسم بهذا. كيف فعلت كل ما بوسعكم وهذا الذي حصل لها؟ أريد أن أراها ابنتي. يمكنكم أن تدخلوا. افتحي على الباب. أمي، أبي، هذا أنتم؟ هذا الشيء المزعج. أين هي أختي؟ وكيف حالها؟ صغيرتي، إنها. أين هي ابنتي؟ ابنتي، كيف فعلوا هذا بك؟ كيف لم يستطيعوا اللحاق بك أصلا؟ لماذا لا تجاوبوني؟ ها؟ صغيرتي، إنها أختي. تبدو بخير، صحيح؟ إنها جيدة. لقد ما لحظة، أخبرتك يا أمي أن تنتبهي على الطريق. أنا آسفة، أنا السبب في هذا، صحيح؟ لا، أنت لست السبب
أنت السبب. كنت أعرف هذا، لكن ما ذنبها هي؟ حسنا، لا عليك أن تحزني لهذه الدرجة، فهي بخير يا أمي. إنها ليست بخير. حسنا، إنها لا تخبريها. تعالي معي، اسمعي، إن أخبرتها فإن نفسيتها سوف تتدمر كثيرا. من الأفضل أن نبقي الأمر سرا عليها، أن نبقي الأمر سرا. لكن أختي، أنت بخير، هذا جيد، كنت أعرف هذا رائع. أختي، ما الذي يحدث؟ أنا لا أدري، نومي حزينة جدا، لا أدري لماذا. هل هذا بسببي؟ سببك؟ لا، بالتأكيد هذا ليس بسببك، فأنت ملاك، الملاك لا تستطيعين أن تجعلي أحد يحزن، فهمتي؟ إذن لماذا إذن؟ هل بسبب أنني قد أصمت فقط؟ كفاك ثرثرة. ألا يتم الذي حدث بسببك؟ فقط أصمتي وضعي هذا، فإن حالتك لا تسمح لك بالكلام. ولماذا أنت؟ أنا قوية، أما أنت فضعيفة. الآن أصمتي وأبقي في فراشك مرتاحة. أنا أيضا سأبقى في فراشي. ما هي اللحظة أنها تتكلم معها؟ ولكن أنها تتكلم معها مع أنها سالي لم تنطق بكلمة حتى. كيف عساها حتى تنطق بكلمة؟ أعتقد أنها تهلوس. ماذا تهلوس؟ ماذا تقصد بهذا؟ نبلتش ليست مجنونة. لكن من الأفضل أن تبقى هكذا. اسمع بنصيحتي. لا أدري. حسنا، إذن سوف أبقي الأمر سرا، لا بأس. وبس كده بتكون انتهت حلقة اليوم. انسوا لايك وشير وسبسكرايب وكومنت، وانسوا تكون عجبتكم. ما بعرف اذا اكمل فيها او لا، بس ان شاء الله بكمل يعني اذا لقيت تفاعل عليها. فشكرا كتير على تفاعلكم الكبير، وبقدر انكم عم تتفاعلوا معي وبالتعليقات الحلوة واللايكات والشير وهيك. فبس قربنا نوصل 15,000 مشترك، باقي الا بس 2000. وبس، باي باي، بشوفكم في الفيديو الجاي. خبروني اذا بتكون عن صديقات ولكن او الأخت الوهمية، إن شاء الله بنزلكم عنها، وأكيد تكون سلسلة حلوة بالقناة. فبس، باي باي، بشوفكم في الفيديو الجاي، باي باي.